بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساء الخير لكل السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رؤية مصرية. رؤية مصرية النهاردة بتتكلم عن الرؤية المصرية وجمالها وعلمها وطبها مع أطباء أجلاء، ناس فعلا دخلوا مجال كبير جدا وعظيم جدا، مجال شائك وهو جراحة طب وفم طب الفم والأسنان. معانا النهاردة الدكتور يوسف حمزة أبيل، أخصائي طب الفم والأسنان، الأستاذ الدكتور، حتى لو هو لسه مخدش الأستاذية، إن شاء الله من برنامجنا بنهيئه لهذه الأستاذية، لأنه هو أحد أبرز أطباء الأسنان بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. بنحيي الدكتور يوسف. أهلا وسهلا. مساء الخير دكتور. مساء النور. نورت البرنامج ونورت كل سادة المشاهدين. المكان بنور وأهله، ربنا يبارك في حضرتك. النهاردة البرنامج بتاعنا أو الحلقة بتاعتنا إحنا خليناها لها اسم مهم جدا، اسم هيشد كل السادة المشاهدين والمتابعين، مش بس هيشد متابعين ومحبي الدكتور والمركز ورواد المركز عنده، لا، ده لازم يكون كل إنسان لازم يهتم ويسمع ويشاهد الحلقة دي جدا. الحلقة دي النهاردة إحنا مسمينها عالم الأسنان ما بين الماضي والحاضر، الفكر القديم اللي معظم الناس بتتكلم فيه والفكر الجديد اللي الناس ما تعرفوش، اللي الناس غايبة عنه. وهنبتدي مع دكتورنا عن التقويم. التقويم ده حاجة مهمة جدا، ويمكن عندنا طبعا في داتا للعرض أكيد بإذن أكيد. الله هتبتدي تتعرض أثناء الحلقة. السؤال الأول تعليقا على العنوان بتاع الحلقة، أنا كنت بس عايز أعقب على حضرتك، هو فعلا حقيقة طب الأسنان تطور وتقدم في مصر جدا 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 في خلال الخمس سنوات اللي فاتوا. يعني عايز أقول إن إحنا لا نقل عن دول العالم الأولى في أي حاجة في طب الأسنان حاليا. مصر طب الأسنان اتقدم في مصر بطريقة مذهلة في الفترة اللي فاتت، واللي هيشاركنا ودكاترة الأسنان في مصر كلها تشهد بده. حاليا طب الأسنان تقدم في مصر الفترة اللي فاتت بحاجة جامدة جدا بصراحة. فده تعليقا على الموضوع أو عنوان حضرتك بتاع الحلقة. يبقى طب الأسنان زيه زي أي حاجة في الدنيا بتتطور، ولازم إحنا كلنا نواكب هذا التطور. ومعانا دكتور يوسف النهاردة هيكلمنا عن التطور، والتطور خصوصا في مجال التقويم. التقويم إحنا نقدر نسأل حضرتك يا دكتور، التقويم بيبدأ في سن كام؟ على فكرة ده سؤال منتشر جدا، الناس كلها بتسأله دايما بيجي لنا على طول. احنا لازم ناخد بالنا من النقطة دي. فعلا التقويم ما بيبدأ، يعني ما بيقفش عند سن معين خالص، وبيبدأ من الصغر، بيبدأ من أول 6 سنين. أول ما الطفل يكون عنده 6 سنين لازم ناخد بالنا من قصة التقويم دي. ومن أول 6 سنين احنا عايزين نفرق ما بين نوعين من التقويم، في حاجة اسمها نوع تقويم الأسنان، وفي حاجة اسمها تبقى تقويم للعظم. طيب افرق او افهم كده ازاي؟ لازم تبقى فيه زيارات مستمره ودوريه عند دكتور الاسنان، خصوصا الاطفال من اول 6 سنين، ولازم يتكشف عليهم، ولازم الدكتور هو اللي يقول اذا كان في مشكله بالنسبه لهم ولا لا. طيب حضرتك ممكن تسالنا دلوقتي برضو تقول لي يعني ايه تقويم عظم، ويعني ايه تقويم اسنان، وايه الحاجات الغريبه دي؟ نسال السؤال. تقويم العظم احيانا في بعض الاحيان الطفل صغير يبقى عنده مثلا بيبقى عنده بروز في الفك السفلي عن الفك العلوي، تمام، يبقى عامل كده مثلا. فطبعا دي حاجه بتبقى محتاجه تقويم عظم الاول، دي رقم واحد. ممكن يكون مشكله ده يكون كبر في حجم الفك السفلي او صغر في حجم الفك العلوي، او الاثنين مع بعض، الاثنين كبر في حجم الفك السفلي وصغر في حجم الفك العلوي. فدي حاجات ما بنقدرش نحددها غير بزياره دكتور الاسنان. اول ما بياخد باله من الحكايه دي بنبدا على طول مباشره بان احنا نطلب حاجه اسمها ملف تقويم. ملف تقويم ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى مطلوب اشعه، عباره عن اشعه بانوراما بيبقى باين فيها الاسنان كلها،
جميع الاسنان بتاعه الطفل، سواء اللي هي موجوده عنده حاليا او اللي هتتبدل، بتبين لنا كل الاسنان الموجوده في الفك. الاشعه الثانيه بتبقى اشعه جانبيه، بتبقى من الجنب كده، ودي بيبقى ليها زوايا معينه بتوضح لنا اذا كان في مشكله في حجم الفك او في نمو في اي من الفكين. بعض الزوايا ما بين الاسنان بتبقى لينا احنا ليها دلالات معينه، احنا اللي بنحدد سواء كان فيها مشكله او لا. فطبعا من اول 6 سنين بنحب ان احنا نشوف الطفل، والتقويم ما بينتهيش عند سن معين. لو حد عنده 50 سنة وعايز يعمل تقويم ما فيش فيها مشكله، لكن احنا بنفضل ان يكون التدخل مبكر ونتابع الاطفال ونتابع اولادنا بالزبط في الفتره. بالظبط بالظبط، لان طبعا كل حاجه كل حاجه ما تبقى من الصغر بتبقى افضل في التقويم. بالظبط، كل ما كان سن اصغر كل ما كانت النتيجه تبقى افضل واحسن. هو في سؤال كان بيشغل اولياء الامور بالذات، اهميه اختيار الطبيب الممارس الصح. طبيب الاسنان عندنا ممكن يدخل في مشاكل، وانا حصلت عندنا مشكله قبل كده كانت قال برضو ان الاسنان فوق الاسنان. تمام. كان مشكله اسنان فوق الاسنان، فتقال له لا لازم ممكن تستنى فتره معينه، مع ان كان ممكن يتدخل في الوقت ده. بقى حصل مشكله لحد ما كبرت في السن وبقى حصل مشاكل بعد كده وبقت اصعب. ابسط حاجه المريض او والد المريض خصوصا لو كان طفل يطلب من الدكتور المعالج ان هو يوري له حاله مماثله او حاله مشابهه. تمام. قام بعلاجها، دي تبقى أفضل حاجة وأمن حاجة. بس لازم طبعا يكون عنده خلفية وممارسة للتقويم، مش أي حد يشتغل. لأن إحنا بنسمع ناس مثلا بتكون مركبة التقويم 5 سنين و6 سنين و7 سنين، يعني الأرقام دي بقت ما بقاش ينفع نسمعها. إحنا تقريبا زملائنا في الاستوديو والإعداد تقريبا إحنا سايبين لهم داتا بحالات. تمام. بحالات، فياريت عقبال على ما يجهزوها نكمل اسئله، لان احنا عندنا النهارده اسئلتنا ما بتخلصش معاك ان شاء الله. النهارده احنا قاعدين مكملين معاك لان الناس كلها نفسها فعلا. لا لان الاكتر وجع واكتر الم هو الم الاسنان، دي حقيقة. فلازم بيأثر في كل حاجه. وانا نفسي السلام على حضرتك. انا كنت لسه بتشتكي. سلام بشتكي، كان حشو عصب وكانت مشاكل. الف سلام. بس الطبيب بتاعي انا بوجه له تحيه، واكيد بوجه لحضرتك التحيه، والبرنامج كله بيوجه لحضرتك تحيه، ان انت هتنور لنا بصيره ناس فعلا نفسهم يعرفوا اكتر عن مجال التقويم وعن مجال الكشف الدوري على الاطفال والجير. طبعا الجير ده بقى منطقه شائكه سواء عند الكبار او الاطفال، بس هو منتشر عاده في الكبار. في معلومه مغلوطه عند بعض الناس ان هم بيقولوا ان الجيره لما بنروح ان احنا ننظف جير عند الدكتور ان احنا بناكل طبقه من الاسنان او حاجه من الاسنان او من الطبقه الخارجيه للاسنان، بس دي معلومه مغلوطه تماما. لازم نعدلها ونعدل المفاهيم دي عند الناس، ان المعلومه دي ممكن تضر كتير. الجير لازم يتشال على طول في خلال 3 شهور ل6 شهور على حسب الفرد، بيتكون عنده معدل تراكم الجير عنده بيبقى عامل ازاي. الجير ممكن يسبب ايه؟ ممكن يسبب مشاكل كتيره قوي. بيسبب الرائحه الكريهه للفم، خصوصا كمان لو في تركيبات وبيتكون عليها جير، فده طبعا بتبقى الرائحه بتبقى صعبه جدا. الحاجه الثانيه كمان ان الجير بيأثر تاثير مباشر على عظم الفكين لو الجير بيتراكم لفترات طويله. احنا معانا صوره دلوقتي تم عرضها مع حضرتك. موجوده اهي لو تفضل. نقدر نرجع، دي كانت حاله من ضمن الحالات، دي حاله حشو عادي. احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين برضو. تمام. بس احنا خرجنا كده من حاجه لحاجه. بس مفيش مشكله، على حسب الحاله الموجوده ان شاء الله المعروضه على الشاشه. دي كانت عايزين نفرق ما بين حاجتين، في حاجه اسمها الحشو العصب وفي حاجه اسمها حشو عادي. الحشو العادي ده ان احنا بيبقى فيه تسوس في الطبقه الخارجيه او في الطبقتين بتوع الاسنان اللي هي الانامل او المينا والدنتين بتاعه الاسنان، وان احنا بنقوم بتدخل ان احنا نشيل التسوس او الحشوه القديمه اللي هي فيها تسوس، فبنقدر نشيلها ونستبدلها بحشو تاني. بعض الناس بتستخدم الحشو البلاتين او الاسمر، وده اللي احنا ما عدناش بنفضله ولا بنرجحه حاليا. وحاليا بنستخدم الحشو الابيض اللي هو الكومبوزيت، على حسب طبعا الحاله اللي احنا بنحتاج لها يعني. الصوره برضو كانت جميله جدا مبينه ان احنا
وفي صور تاني تقريبا لحالات اكتر، بس نكمل الحديث على الصوره دي. واضح ان الصوره دي فعلا اوجزت في حاجات كتير. كنت عايز اوضح لحضرتك ان الصوره دي احنا مستخدمين في الحاله دي حاجه اسمها العزل المطاطي. سواء احنا بنشتغل، وده مش كلامي، ده كلام الكتب واحدث دراسات في العالم، ومعظم الناس اللي بتشتغل كويس او بتطبق الشغل مظبوط بتطبق التقنيه دي او الشغل ده، في حاجه اسمها العازل المطاطي اللي اسمه الرابر دام بالانجليزي، والعازل المطاطي. يعني مثلا الصوره دي برضو مستخدمين فيها العازل المطاطي، وده صوره موضحه العصب وقنوات العصب بعد ما قمنا بتوسيع وتنظيف القنوات وعملنا حشو القنوات. جيت على الجرح يا دكتور، جيت على الجرح يا دكتور، وحضرتك عارف القناه الثالثه عندي لسه ما اتحشتش. فدي زي ما حضرتك، دي صوره عباره عن ثلاث قنوات قمنا بتنظيف وتوسيع القنوات فيهم، ودي الصوره زي ما حضرتك شايف. الصوره دي الحمد لله كانت صوره جميله جدا، ومستخدمين فيها تقنيه العزل المطاطي. اتكلم حضرتك دقيقه كده عن تقنيه العزل المطاطي دي، او تمام. الاسلوب بتاع العزل المطاطي، يا ريت تعرفنا اكتر عن العزل. احنا ما نعرفش فعلا يعني. هو المفروض الحشو الابيض اللي هو الكومبوزيت، المفروض لما بنيجي نحطه في فم المريض المفروض ما يجيش عليه اي ميه نهائي، سواء من اللعاب بتاع فم المريض او ميه من عندي، سواء الميه اللي بستخدمها او كده. فالمفروض يتحط في وسط جاف او ناشف تماما، ما يجيش عليه اي ميه نهائي. وبالتالي العزل المطاطي ده بيساعدني ان انا اقدر احط سواء الكومبوزيت او الحشو الابيض عموما في منطقه ناشفه تماما، وعازل الفم كله عن الضرس اللي انا شغال فيه. يعني انا ما ببقاش شايف غير الضرس اللي انا شغال فيه. فده طبعا بتبقى حاجه بتساعدني ان احنا نطلع احدث حاجه وافضل حاجه وافضل تقنيه. وخصوصا كمان يفضل ان هو يستخدم مع حشو العصب، يعني افضل كمان. يعني يفضل مع الحشو العادي العازل المطاطي، ويفضل كمان مع حشو العصب يفضل كمان. لان ما فيش اي، بالطبيعي او عموما الفم فيه بكتيريا متعايشه عادي، تمام. احنا متعايشين معاها وهي متعايشه معانا، ما فيش فيها اي مشكله. احنا من هنا بقى هقدر اقول لحضرتك ان اثناء الحشو بتحصل مشاكل كتير في اللثه، او بتبقى فيه مرتبطه قبلها، تمام. ايه هي فتره التهاب اللثه ده؟ يعني يمكن السؤال ده يمكن ما كانش متحضر، تمام. بس انا يمكن علشان عانيت منه انا شخصيا، واكيد بيعاني منه معظم الناس لما بيجي يدخلوا عندهم التهاب في اللثه، تيجي تبتدي العلاج. لازم الاول بنبتدي نوقف او نعالج الالتهاب ده علشان نبتدي الشغل. هتلاقي في بعض اغلب الشغل، يعني او اغلب الاحيان، هتلاقي حضرتك هتلاقي الدكتور بيقول لحضرتك في التهابات في اللثه، فهنحتاج ان احنا ننضف جير الاول ونمشي على مضمضه ودنيا ترتاح شويه ونبدا شغل. حضرتك بقى بتقول ايه؟ انا بقول لحضرتك ده الاغلب. انا حضرتك بقى بتقول ايه بالظبط؟ انا اقول لحضرتك لو ناس كتير مستنيه التهابات اللثه بشكل التهابات اللثه زي ما قلت لحضرتك، دي نقطه الجير او النقطه اللي حضرتك ذكرتها في الاول ان احنا كنا عايزين نتكلم عليها. نرجع تاني لنقطه الجير، نرجع نتكلم فيها. اي حاجه تسبب التهابات اللثه، او اغلب الظن بنسبه 70 80% اللي يسبب التهابات اللثه هو الجير. فالجير ده العدو الاكبر، بس يعني ايه، ما بنحسوش. فعشان كده احنا دايما بننصح الناس اللي لازم يبقى فيه كشف دوري على الاقل كل 6 شهور، نعمل تنظيف جير عشان نتجنب التهابات اللثه. تمام. فالتهابات اللثه دي كمان بيحصل لو الجير تراكم لفترات طويله، ما بنتكلمش بقى على ايام واسابيع، لا. ممكن في بعض الناس بتجي لنا بالسنين ما بتغسلش اسنانها ويتراكم الجير لفترات طويله جدا، وده بيسبب التهابات في اللثه. ممكن ما بيحسهاش قوي وبعض الناس بتحسها. ممكن كمان تعمل حاجه اسمها جيوب، الجيوب اللي ما بين الاسنان. وتلاقي مثلا واحد يجيب اي حاجه يقعد يحشرها ما بين سنانه كده ويحس ان هو بيرتاح ويكمل اكتر. طبعا حاجه سيئه جدا ما ينفعش ان احنا نعملها. واول حاجه بننصح بيها المريض ان احنا لازم نتوقف عن العاده دي، وبعد تنظيف الجير ولازم نستخدم الخيط الطبي للاسنان بحيث ان احنا نوقف الجيوب وما تطلعش حاجه ثانيه. تمام. هنرجع لحضرتك نتكلم على مرحله التبييض. تمام. تبييض الاسنان احنا انتقلنا بقى بعدنا عن التقويم وبعدنا عن مشاكل الجير، طبعاً. وهنتكلم اكتر عن تبييض الاسنان، لان فعلا ده دلوقتي بقت حاجه اساسيه في التجميل. يعني الناس كلها كانت بتحب، يعني شايف حضرتك يعني يمكن الفريق من ضمن الحالات اللي احنا عملناها عندنا الحمد لله في المركز، والحمد لله كنا موفقين فيها. يعني لا فعلا الصوره بتشيد بشغل حضرتك فعلا. الالوان والفرق ما بين الصوره والصوره. نسأل، هنيجي لسؤال مهم دايما الناس بتساله، هل التبييض مضر؟ هل التبييض بيأثر على الاسنان؟ أيوة. هل بيعمل مشاكل؟
يتعمل مره واحده وكفايه ولا ممكن يتعمل اكتر من مره؟ حضرتك سالت الاسئله اللي انا كنت عايز اسالها، مدته قد ايه؟ جاوب بقى. فانا ممكن اقول لحضرتك دلوقتي تبييض الاسنان لا يسبب اي ضرر خالص على الاسنان، لا ما بياكلش في طبقه المينا ولا بيعمل اي حاجه. هو الفكره كلها عموما ان هو بيشيل من الاسنان الصبغات اللي موجوده عليها وبيفتح درجه لون الاسنان، ليس اكثر ولا اقل. طيب في انواع للتبييض؟ في انواع للتبييض طبعا، في نوعين للتبييض. النوع الاولاني اللي هو بنعمل تبييض داخل العياده وده بيبقى اسمه اوفيس بليتشنج، والتبييض الثاني او النوع الثاني ان احنا بنعمل حاجه اسمها هوم بليتشنج اللي انت حضرتك تقدر تقوم بيه وتعمله في البيت، بس ده يفضل ان احنا نعمله بعد ما نعمل في العياده، هيجيب معانا نتائج رائعه جدا وحلوه جدا. طيب التبييض اللي انا باكد عليه ان هو ما بيأثرش على الاسنان، بس حاجه تانية مهمه كنت عايز اكد على حضرتك، ولا على اللثه برضه، ولا على اللثه اذا كان معمول عزل تام للثه. التبييض ما بيتعملش كده زي ما حضرتك شايفه زي ما بتطلع النتيجه، لا بتبقى مع بتبقى محصول يبقى حاصل عزل للثه تماما، والماده الكيميائيه سواء كمان التبييض برضه نسيت اقول لحضرتك في تبييض ضوئي وفي تبييض كيميائي. تمام. التبييض الضوئي ده بنستخدمه برضو في العيادة، والتبييض الكيميائي ده اللي احنا نقدر نستخدمه في المنزل. تمام. فده بيبقى ليه نوعين، وزي ما بقول لحضرتك بيبقى اللثة معزولة تماما عشان ما يحصلهاش اي يعني تحديد. احنا نقدر كمان نعمل التبييض ده في المنزل. اه بالظبط. يعني بس طبعا تحت اشراف او بتوجيهات الطبيب. يعني ما فيش اي حد يوم جايب اي حاجة يروح يشتغل. للاسف برضو كويس ان حضرتك ذكرت النقطة دي، وعايز اقول لحضرتك على نقطتين كمان. النقطة الاولانية في بعض الناس بتستخدم معجون اسنان بيبقى عبارة عن حبيبات، وبعض الناس بتستخدم الفحم الليمون حاجات زي دي تعمل بيها تبييض الاسنان. دي طبعا من الحاجات للاسف العادات الشائعه المغلوطه اللي احنا لازم نوقفها طبعا. طب هي في بودره كده انا شفتها سيئه جدا، سيئه جدا. دي بقى اللي فعلا بتاكل طبقه من الاسنان، ودي اللي تاثر على الاسنان، دي اللي فعلا بتعمل مشكله. قلبي حس بقى استعملتها مفيش 3 ايام ووقفت. تعمل حساسيه عاليه جدا وبتعمل مشاكل كبيره، ودي بتاكل طبقه من الاسنان. ونقطه تانية برضو للناس الساده المشاهدين، ان الطبقه اللي بتتبرد او الجزء اللي بيروح من الاسنان لا يمكن تعويضه او ما بيطلعش تاني لوحده. تمام. فلازم هيبقى استبداله بقى سواء بحشو او تركيبات ايا يكن، فبتبقى ليها مشاكل كتيره جدا، فلازم يبقى في محافظه اكتر بالزبط. من كده واهتمام. يعني نقطه تانية في موضوع التبييض حضرتك اتكلمت برضو، في بعض الناس بتقول طب هو مدته عامله ايه او بيستخدم بيفضل قاعد قد ايه؟ عشان نكون صراحه برضو مع الناس، التبييض بيقعد فتره مش كبيره. تمام. خصوصا حضرتك هتلاقي برضو معظم الناس بتعمله في فترات او مناسبات معينه زي الزواج، اكتر ناس بتعمل الموضوع البليتشنج او التبييض بيبقى اثناء الزواج، يعني في حفل زفاف او حاجه. فممكن يقعد 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور، ممكن توصل لسنه على حسب محافظه الفرد عليه. ازاي بقى؟ نتجنب او نقلل الاكل اللي فيه صبغيات، اي اكل ملون بنحاول نتجنبه تماما خلال الفتره دي. كل ما نقلل الاكل الملون او اي حاجه ملونه، نسكافيه والبيبسي والشاي واي اكل ملون، كل ما نقلله على قد ما نقدر، كل ما نتيجه وفتره التبييض تقعد معانا مده اطول تبقى افضل. بس حاجه تانية برضو كنت عايز انبه لحضرتك ليها او انوه لحضرتك عليها، ان التبييض في اول 3 4 ايام وخصوصا كمان ممكن نوصل لاسبوع بعد التبييض بيبقى فيه شويه حساسيه. ده التبييض اللي احنا بنعمله في العياده بيبقى فيه شويه حساسيه، ده حاجه عاديه بتحصل، بناخد لها حاجات معينه تقلل موضوع الحساسيه ده. وبرضو اهم فتره في التبييض اول اسبوع او 5 ايام دول ان احنا نقلل الاكل اللي فيه صبغيات على قد ما نقدر. تمام. يعني ما نشربش لا شاي ولا بيبسي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا الحاجات دي تماما، عشان دي اول فتره بتبقى فتره حساسه وكريتيكال بالنسبه لنا. تمام. وبعد كده بنرجع لحياتنا طبيعي، بس نقلل الاكل اللي فيه صبغيات على قد ما نقدر. يعني دي نصيحه للي مقبلين على الزواج، يعني الدكتور هو معظم الناس يقول لهم عشان تهتموا، علشان لما تقعدوا كده في الكوشه ان شاء الله كده باذن الله تبقى اسنانكم بيضة، ولما تتابعوا اكتر مع الدكتور يوسف في المركز بتاعه في المنصوره هتستفيدوا طبعا اكتر من كده. احنا بس عايزين نسال سؤال قبل ما نختم، من سن كام ممكن نعمل التبييض؟
لا يفضل في الحالات الكبيره الناس اللي عندها الناس الادلت الناس اللي فوق بنتكلم من 17 18 سنه نقدر نعمل التبييض، تكون الاسنان كلها موجوده وتكون الدنيا كلها تمام. يفضل برضو التبييض ما يتعملش لغير تكون الاسنان كلها سليمه، ما يبقاش في اي مشاكل فيها، ما يبقاش في حاجه اسنان محتاجه فيها تسوس ومحتاجه حشو، لان يعني ده هيزود نسبه الحساسيه اعلى بكتير. احنا محتاجين من حضرتك نصيحة للأولاد والأولياء الأمور في متابعتهم لأولادهم، وطبعا كبار السن برضو هنحتاج نصيحة بسيطة للمحافظة على الأسنان الفترة الجاية. أهم نصيحة نقدر نقدمها إن شاء الله إن هو لازم إياكم 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 والجير. الجير ده بيسبب مشاكل كتيرة جدا وبعض الناس ما بتبقاش حاسة بيه، فبننصح بالكشف الدوري سواء للأطفال أو للكبار خلال كل 6 شهور على الأقل، نتابع الدنيا فيها إيه، نشوف الدنيا فيها إيه، الدنيا كويسة، هل في بداية تسوس، نلحقه قبل ما يبقى حشو عصب، نعمل كل حاجة، إيدينا في أسناننا أول بأول، تبقى الدنيا تمام والدنيا أحسن. نصيحة تانية، ما تهملش في أسنانك، أسنان دي لو جيت تحاول تستعيد عنها أو تعوضها فهي بتبقى مكلفة جدا، وطبعا طبعا خلقة ربنا أحسن من أي حاجة، أحسن من أي حاجة صناعية، إحنا بنحاول ونجتهد إن إحنا طبعًا نوصل لأحسن حاجة، بس ما فيش أحسن من خلقة ربنا، فده نحاول ونجتهد إن إحنا نحافظ على أسناننا. أي حد عنده سنة مفقودة ما يتجاهلش الموضوع ولا يغفله تماما، يحتاج إن هو يعوضه، وعندنا سبل كتير للتعويض. ممكن الوقت ما يسعفناش مع حضرتك ان احنا نتكلم عن كل حاجه النهارده، هنتكلم فاكيد هيبقى في حلقات تانيه، هيبقى في لقاءات واحنا كلنا سعداء. وفعلا الساده المشاهدين استفادوا جدا، ويا ريت زياره اكتر للدكتور يوسف القبيل استاذ او اخصائي جراحه الفم والاسنان بالمنصوره. نورتنا واسعدتنا واسعدت الساده المشاهدين. هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل.